الدور الـ12 رح نرتفع سلسلة، وعلى أول عمود رح نعمل منزلقة منزلقة، بعدين رح نكمل سلسلة على العمود اللي جنبه منزلقة، سلسلة على العمود اللي جنبه منزلقة. والدور الـ12 رح يكون الشغل كله فيه هيك. نقرب الصورة أكتر عشان يكون أوضح. يعني بنعمل سلسلة على العمود اللي بعده على طول منزلقة، كمان سلسلة منزلقة، وهيك على طول الدائرة. عم نقرب نخلص هاي منزلقة، سلسلة على اللي بعده منزلقة، سلسلة، وعلى آخر عمود منزلقة، وبعدين سلسلة، ونسكر بأول سلسلة ارتفعنا فيها. هي بتكون مش مبينة، بس ركزوا فيها حتكون مبينة بالنسبة لكم. وهيك خلصنا الدور الـ12. يا الله هاي الغرزة كتير حبيتها، أعطت هيك شكل غريب، كتير حلوة. الدور الـ12 كتير سهل، بس بده شوية تركيز منا. أول إشي بدي هون تطلعوا معاي منيح بالمفرش حتى اللي انتو عاملينه. هذا الدور رح نشتغل من ورا، يعني العمود حيكون عمود خلفي مش امامي زي ما عملنا هون، رح يكون خلفي. رح اعمل معاكم اول واحد، رح نرتفع سلسلة، وبعدين رح نيجي هون وين اول عمود، هي أول عمود. أوكي، رح نلف الخيط عادي ونشتغل على أول عمود بس خلفي هيك، نسحب السنارة ونعمل أول عمود. إن شاء الله تكون واضحة. هذا العمود الثاني رح نشتغل خلفي، رح ندخل من هون ونطلع من هون، نسحب الخيط ونشتغل عمودنا عادي. عشان يضل هاي هذا السطر بارز، فاحنا هلا حنشتغل من ورا. رح ارجع اقرب الصورة عشان تكون واضحة مرة تانية. العمود رح نشتغل من ورا، عمود خلفي، هون رح نلاقي هيك زي نشتغلنا عليهم منزلقة، من وراهم رح ندخل ونطلع باللي جنبهم ونسحب العمود ونعمل عمود، نرجع نعملها على اللي جنبها. لازم يكون العمود خلفي عشان تبين عنا هيك. هي كتير سهلة، وأنا رح أعمل معاكم أكتر من واحد عشان تضلكم تشوفوا وما تحسوها صعبة. هلا رح نرجع نعمل، نلف الخيط عادي ورا هاي، رح نيجي بعدين ناخد الخيط عادي ونعمل عمودنا اللي بعديها، وهيك لحد ما نكمل كل الدائرة. أهم شي يكون هذا السطر مبين هيك، وهذا يكون خلفي. وهيك رح نشتغل كله عواميد خلفية لحد آخر الدائرة.
نهاية الدور الثلاثاش عم بعمل معكم آخر العواميد الخلفية للسطر الثلاثاش. عشان ما تحسوا حالكم تخربطوا أو شي، هذا السطر رح يكون مجموعه 96 عمود خلفي. فأنتوا إذا كنتوا عاملين 96 عمود خلفي يبقى هيك تمام التمام. هاي آخر عمود ورح نسكر بأول عمود اشتغلنا، وهيك بنكون خلصنا الدار الثلاثاش. الدار الأربعتاش رح نرتفع سلسلتين، ورح نترك العمود هذا اللي كنا مسكرين فيه وارتفعنا منه سلسلتين، والعمود اللي جنبه نعمل عمود أمامي ونسحبهم مع بعض. بعدين نرجع نعمل 3 سلاسل، 1 2 3. هلأ رح نعمل عمودين مع بعض أماميين. رح ندخل بأول واحد ونعمل عمود أمامي، ناخد أول سلسلتين، بضل سلسلتين، بنرجع بنحط الخيط، وعلى العمود الثاني اللي جنبه بنرجع بناخد وبناخد كمان سلسلتين. رح يتبقى على السلسلة 3 حلقات رح ناخدهم مع بعض. رح يكون عنا هيك الشغل. نرجع نعيد، بعد ما خلصنا العمودين براس واحد رح نرجع نعمل 3 سلاسل، وعلى أول عمود رح نعمل عمود عادي ونرجع نحط الخيط، وعلى العمود اللي جنبه كمان ناخد 2، بطلع لنا 3 حلقات ناخدهم مع بعض. هذا بسموه تناقص، بس تناقص أمامي. بس أنا ما بدي أدخلكم بأسماء الرموز، فبحاول دائما أختصر لكم إنه أشرح بأبسط الأساليب. يعني هذا الدور اللي هو الدور الأربعتاش رح يكون عبارة عن 3 سلاسل، بعدين تناقص عمودين أماميين مع بعض، نرجع نعمله مع بعض 3 سلاسل، نعمل أول عمود أمامي وناخد 2، بضل 2، نرجع ناخد الخيط وعلى اللي جنبه نرجع ناخد كمان 2، بضل 3 ناخدهم مع بعض. رح يكون الشغل بهذا الشكل. نرجع نعملهم عشان ما تحسوا حالكم مخربطين. 3 سلاسل، أول عمود أمامي عادي، وبناخد 2، بضل 2، بنحط الخيط وعلى العمود اللي جنبه بنرجع بنعملها وبناخد 2، بضل 3 حلقات وبناخده منهم، وبنرجع بنكرر 3 سلاسل تناقص، وعلى هيك لآخر الدور. عم نخلص مع بعض الدور الـ14، هاي 3 سلاسل، وكمان آخر تناقص أمامي، 1 2 3، وهي آخر 2. وبعدين رح نسكر بـ3 سلاسل وبأول عمود عملناه، أول تناقص، وهيك بيكون خلص عنا الدور الـ14. بجنن هذا المفرش عن جد، بعقد، حتى اللي بحب يوقفه على هيك كمان بياخد العقل. كتير حلو. نكمل باقي الأدوار.
الدوري 15، مكان ما وقفنا رح نعمل كمان منزلقة على السلاسل، على أول منزلقة، على أول سلسلة رح نعمل منزلقة واحدة، بعدين على السلسلة اللي جنبها اللي هي تعتبر الثالثة رح نعمل كمان منزلقة، ونرتفع من نفس المكان 3 سلاسل. نرى الصورة، 3 سلاسل، وبنفس المكان رح نعمل 4 عواميد ونكملهم مع بعض، واللي هي هاي اسمها غرزة الفشار. هلأ رح نعمل أول عمود وناخد 2، كمان عمود وناخد 2، كمان عمود وناخد 2. صاروا كم؟ 3 سلاسل رح نحسبه عمود، 1 2 3 4، احنا بدنا 5. بنعمل الخامس بنفس المكان وبناخد سلسلتين، بضل 1 2 3 4 5، بضل 5 سلاسل بناخدهم مع بعض، وهيك بتكون تكونت عنا غرزة الفشار. بعدين رح نكمل، رح نعمل 4 سلاسل، 1 2 3 4، ونرجع نشتغل بال3 سلاسل السابقة بالسلسلة الثانية، يعني هي 1 2، بالنص الثانية نعمل أول عمود، رح نعمل أول عمود بغرزة البشر، 1 2 3 4 5، هاي 5 عواميد من غرزة البشار بمكان واحد، 1 2 3، 1 2 3 4 5 6، ناخدهم مع بعض وبنرجع بنعمل 4 سلاسل، 1 2 3 4، وبنرجع بنكرر بتاني سلسلة من العمود السابق، بنشتغل غرزة البشار، هاي أول عمود، 1 2، هي تاني عمود، هي تالت عمود، لا فكت معي لحظة. بعد ما عملنا ال4 سلاسل رح نيجي هون على السلسلة الثانية ونعمل بنفس المكان 5 عواميد عشان غرزة البشار، هي أول عمود، الثاني، الثالث، الرابع، الخامس، وبناخدهم كلهم مع بعض وبنرجع بنكرر نفس الشي، 4 سلاسل، وبالسلسلة الثانية بنشتغل غرزة البشر، بشار او الفوشار، والله ما بعرف شو اسمها عن جد، 2، هاي 3، هاي 4، وهي 5، بناخد سلسلتين، بيضل الباقي بنسحبه مع بعض. يعني هذا الدور رح يكون غرزة بوشار من 5 عواميد، بعدين بنسحبهم مع بعض 4 سلاسل، وبنرجع منكمل لآخر الدائرة. نهاية الدور 15، هي عملنا آخر 4 سلاسل، ورح نعمل هلا آخر فشارة واللي هي 5 عواميد بنفس المكان، 2 3 4 5، بعدين نسحبهم مع بعض. هلا حنيجي على التسكيرة، التسكيرة بالباترون عبارة عن سلسلة
وبعدين بتحطي الخيط عادي وبتعملي عمود زي اللي بنعمله، وبيكون على أول فشارة من فوق، وبتسحبوا العمود عادي هيك. هذا بيسموه العمود المقلوب، الله أعلم. كنت أشوفه كتير 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 بالمفارش الروسية، خصيصا الروسية بيحبوله. أنا زمان طبعا ما كنت أعرفها، بس من كتر ما بحثت لقيته أخيرا. هذا العمود علشان أول إشي لما تيجي ترجعي هلأ مرة تانية رح يكون مظبوط، المسار مظبوط، وما رح تضطري إنه مثلا لو تخيلوا إنه هم ما عملوا هذا العمود المقلوب وكملنا 4 سلاسل، هي مثلا 4 سلاسل وسكرنا هون، هيك رح نضطر إنه نقطع الخيط ونبلش من مثلا ما بدهم هم هون تاني سلسلة عشان نرجع نبلش الأدوار الجاي. فهذا العمود طلع رائع، اللي حاسة حالها رح تتخربط بلا منه، اللي حابة تجرب شي جديد حطيه واعمليه لأنه كتير سهل. سلسلة عمود عادي على أول فشارة وبرجع هو بقلب معاكي، وبعدين رح نكمل الدور 16. الدور 16 رح نرتفع سلسلة، وعلى العمود المقلوب بالراس رح نعمل أول حشوة، بعدين رح نكمل ونعمل 4 سلاسل، 1 2 3 4، خلصنا ال4 سلاسل. رح نيجي على السلاسل هاي اللي من الدور السابق، هاي من الدور السابق رح نعمل عليها حشوة عادية، ورح نكمل على نفس الخطوات، 4 سلاسل، 1 2 3 4، حشوة على السلاسل ونكمل، 1 2 3 4، حشوة على السلاسل، 1 2 3 4، حشوة على السلاسل، وهيك لنهاية الدور. هي السلاسل واضحة. نهاية الدور 16 رح نعمل آخر 4 سلاسل ونحط هون على السلاسل آخر حشوة، ولما نيجي نسكر رح نعمل سلسلة ونرجع نعمل العمود المقلوب. العمود المقلوب رح نسكره بأول سلسلة ارتفعنا فيها بأول الدور. هاي هي، وهيك رح نسكر الدور، سلسلة عمود مقلوب ونسكره بأول سلسلة ارتفعنا فيها بأول الدور، وهيك خلصنا الدور 16. الدور 17 رح نرتفع سلسلة، وعلى العمود المقلوب رح نشتغل 3 حشوات، 1 2 3، بعدين رح نكمل ورح نعمل 3 سلاسل، 1 2 3، رح نرجع على السلاسل هاي نعمل 3 حشوات، 1 2 3، ونرجع نكمل. ثلاث سلاسل، 1 2 3، وعلى السلاسل 3 حشوات، 1 2 2 3، نرجع نكمل 3 سلاسل، 1 2 3، وعلى السلاسل 3 حشوات، 1 2 3. يعني هذا الدور رح يكون عبارة عن 3 سلاسل 3 حشوات، 3 سلاسل 3 حشوات لآخر الدور. نهاية الدور 17 رح نعمل 3 سلاسل
وهي آخر حشوة، وكمان 3 سلاسل، ونسكر بأول سلسلة ارتفعنا فيها. وهيك بنكون خلصنا الدور 17. الدور 18. الدور 18 هو التكنيك لهذا المفرش. رح تحسوها شوي صعبة لأنه هم يعني أكتر من غرزة بنفس الدور، بس عادي جدا. أنا رح أحاول أمشي معكم خطوة بخطوة لحد ما تحسي انه هذا الدور كتير كتير سهل. خلينا نبلش. الدور هذا مركب من غرزتين. هلأ رح نبلش بأول غرزة، واللي هي رح نرتفع سلسلة عادية. بدي أقرب قد ما فيي عشان يكون كتير واضح. ارتفعنا سلسلة عادية بال3 حشوات اللي عملناهم. بأول حشوة رح نعمل حشوة، صحيح، وهاي الغرزة الأولى. اوكي ركزوا فيها بس مش كتير لأنها هي ناقصة، فهي بتتكمل لما يخلص الدور، بس أنا رح أمشي معاكم كمان. اللي بقدر يفهمها من هون هيك تمام. عملنا حشوة فوق الحشوة اللي بال3 حشوات. بعدين هو مفروض انه يكون في تناقص، بس عادي. احنا رح نعمل اول شي التناقص ناقص، لانه احنا بنكمله لما نخلص الدور. هو عبارة عن عمود رباعي، يعني حنلف 4 مرات الخيط. هي 1 2 3 4. هلأ رح نشبك باللي قبله، اللي هو هذا الدور اللي فيه غرزة الفشار. الغرزة اللي كنا طالعين من عندها 3 سلاسل، هاي أول غرزة رح نعمل فيها التناقص. لفينا 4، رح نيجي من تحتها ونسحب الخيط عادي ونعمله 2 باتنين 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 لحد ما نخلصه. هيك خلصنا بهاي الغرزة اللي فيها السلاسل عشان ما تتخربطوا، انه هلأ شوية حيكون مش في خربطة بس بده تركيز. خلصناها، رح نرجع للدور على 3 غرزات الحشوة، وبهاي الحشوة اللي هي الثالثة رح نعمل كمان حشوة. رح يجينا السلاسل رح نعمل فيهم. بعد ما عملنا الحشوة رح نعمل سلسلة على السلاسل. رح نشتغل عمود 1 2 3، وبالتالت رح نعمل غرزة البيكو 1 2 3، ومنسكر بتالت سلسلة عشان نصير عنا هاي الغرزة الحلوة الصغيرة. ومنكمل كمان عمودين بنفس المكان 1 2. خلصنا ال5 عواميد والبيكو 1 2 3 4 5. نعمل سلسلة وبالحشوات الثلاثة هدول بأول حشوة رح نعمل كمان فوقها حشوة. هيك خلصنا، يعني الشغل
هيك واضح، بس هذا ناقص لأنه تكملته حتكون من هون. هلا الغرزة اللي بعديها هاي غرزة كاملة رح تتطبق على طول الدائرة. عملنا هون الحشوة، هلا بدنا نعمل التناقص الثاني. التناقص الثاني حيكون عبارة عن عمودين رباعيين. الشغل رح يجي بهذا هون عمود وهون عمود، وكل شغل رح يجي عمود عمود، وتترك وحدة عشان يجي الدور اللي بعديها. رح أحاول أختصر الحكي وأطبق معاكم عشان يكون سهل. خلصنا، هلأ عملنا الحشوة، هلأ رح نعمل الرباعي الثاني. 1 2 3 4 رح نترك هذا اللي عملنا فيه، رح نيجي على اللي جنبه من تحته، رح ناخده ونخلصهم. 1 2 3 4 رح يضل 2، رح نرجع نعمل 1 2 3 4. رح نترك هاد ونشتغل باللي جنبه، نرجع ناخده ونطلع منه وناخد 2 2 لحد ما يصفي عنا 3 حلقات على السنارة. هاي 3 حلقات على السنارة رح ناخدهم مع بعض. بعد ما خلصناها رح نزيحها هيك شوي، رح يبينوا لنا 3 حشوات اللي اشتغلنا عليهم. هيهم بتالت حشوة هون رح نرجع نعمل حشوة. شوفوا كيف اشتغلنا بهاد واشتغلنا بهاد تناقص، وهون عملنا حشوة ناقصنا حشوة. بعد ما تخلص الحشوة رح يجينا سلسلة. السلسلة بنرتفع سلسلة وبنشتغل مرة تانية 5 عواميد. 1 2 3، بالتالت بنرتفع بيكو. 1 2 3، نسكر بتالت سلسلة وبمكانها وبنكمل كمان عمودين. 1 2، خلصنا. هاي نعمل سلسلة وحشوة. خلصنا التانية. هلأ رح نرجع نعمل كمان تناقص. التناقص الجاي كيف حيكون؟ عكسي. يعني احنا هون تركنا، رح نشتغل في اللي تركنا واللي بعده. عملنا الحشوة على 3، هي اول حشوة، بعدين 1 2 3 4. رح ناخد اللي ما اشتغلنا عليه، 1 2 3 4. نرجع هون، 1 2 3 4. 1 2 3 4. هلأ هاد اشتغلنا عليه بالدور السابق، هلأ اللي بعده عشان يصير عنا شكل الاكس
واحد، اثنين، ثلاث، أربعة. بعدين بنسحب الثلاثة وبنرجع ورا على الثلاث الحشوات، بثالث حشوة كمان حشوة، وهيك صار عنا اكس تاني. شيل هدول عشان يكون واضح. نرجع نكمل، عملنا الحشوة، نرجع على التكمل التاني، نرتفع سلسلة، نعمل العواميد الخمسة، واحد، اثنين، ثلاثة. بالثالث بنعمل غرزة البيكو، ثلاث سلاسل، بنسكر بثالث واحد. بعدين بنرجع بنعمل بنكمل عمودين. خلصنا الخمس عواميد والبيكو سلسلة، وبنرجع بنشبك بحشوة فوق أول حشوة. هيك خلصنا الغرزة هاي. هلأ بدنا نيجي على غرزة التناقص الرباعية. هلأ احنا هون ما اشتغلنا بهاد، هلأ رح نشتغل بهاد وهاد عشان يصير عندنا اكس. واحد، اثنين، ثلاث، أربعة. رح ناخد هاد، واحد، اثنين، ثلاث، أربعة. نرجع نعمل كمان، واحد، اثنين، ثلاث، أربعة. نترك هاد على اللي جنبه كمان أربعة. واحد، اثنين، ثلاث، أربعة. بيضل عنا ثلاث حلقات ناخدهم مع بعض. بعدين بنرجع على الحشوة، على الحشوة، على الحشوة. شوفوا كيف كل واحد له امتدادين، هون وهون، هون وهون. وهلأ بنرجع على نفس الشي. خلصنا، رح نعمل الخمس عواميد، واحد، اثنين، ثلاثة، بيكو، واحد، اثنين، ثلاثة. نرجع نكمل، واحد، اثنين، سلسلة، وبأول حشوة. هيك خلصنا. هلأ عنا التناقص، هذا ما اشتغلنا فيه، نرجع له. واحد، اثنين، ثلاث، أربعة. واحد، اثنين، ثلاث، أربعة. بنرجع بناخد كمان أربعة، وباللي جنبه، مش اللي جنبه هاد، لا اللي بعده، عشان يصير عنا شكل الإكس. واحد، اثنين، ثلاث، أربعة. ضل عنا ثلاث حلقات مع بعض. بعدين نرجع لورا، في بيكون الحشوة بتالت حشوة كمان حشوة. طبعا هو هلأ رح يكون معكم هيك، بس بعد الكوي رح يتزبط ورح يطلع بجنن. شوفوا كيف كله اكسات، هاد مع هاد، هاد مع هاد، هاد مع اللي جاي، مع اللي جاي. يعني انتو لما تاخدوا، لما تاخد ايدكم رح تحسوه كتير سهل.
كنت عم بفكر كيف اسهل الموضوع، ما بدي اطول الفيديو لانه الموضوع كتير سهل، فعم بفكر انه اكتب لكم اياها كمان عشان ما تتخربط او تحسوا حالكم ضايعين. وهون دايما المبدأ انه اذا عملنا الاكس يكون اللي بينها فاضية عشان الاكس التاني نرجع ناخدها وناخد اللي بعديها، الاكس اللي بعديها ناخد هاي وناخد هاي. ان شاء الله اكون قدرت يعني افسر الموضوع، بس ان شاء الله هو كتير سهل وان شاء الله ما اكون معقديته مثل ما انا حسيته. هاي عادي، هاي الغرزة اللي شوي ممكن تكون بتخربطكم. نعمل الحشوة 1 2 3 4، بنرجع للي ما اخدناه. واحد اثنين ثلاثة أربعة، نرجع ناخد كمان 4. واحد نحسب 1 2 3 4، ناخد مش اللي جنبه، اللي بعدي اللي لسه ما اشتغلنا فيه، نرجع ناخده كمان 4 لحد ما يضل عنا الـ3 حلقات وناخدهم مع بعض. ونرجع وراه حنلاقي الحشوات بـ3 حشوة، وبنرجع منكمل كمان سلسلة. وهون الـ5 عواميد تبعتنا 1 2 3، غرزة البيكو ونكمل كمان 2 عمود، سلسلة بهذا الحشوة فوقها حشوة، نرجع نعمل حشوة الغرزة التركيبية 1 2 3 4، ناخد هاد اللي ما اشتغلنا عليه كمان عشان يصيروا 2 اكس، ناخده 1 2 3 4، 1 2 3 4، نترك اللي جنبه اللي ما اشتغلنا فيه، منروح للي بعده 1 جديد، 1 2 3 4، ناخدهم مع بعض، نرجع ورا منلاقي الحشوات بـ3 حشوة فوقها حشوة. عشان الاكس يكون واضح وهلا اجينا على نهاية الدور بعد ما عملت انا كل الاكسات وعملتهم كلهم. هون رح يكون في بس اللي قلنا رح نسكر فيه عمود واحد للتناقص، هاي 1 2 3 4، رح نشبكه بهذا رح نعمل 4، 1 2 3 4، ومنسكره خلص، ومنسكره حشوة، نرتفع سلسلة وبنعمل آخر غرزة اللي هي عبارة عن 5 عواميد، الثالث نعمل عليه غرزة البيكو، وكمان عمودين، وهيك بيكون خلصنا سلسلة. وبنشبك بأول شي عملناه وبنعمل منزلقة، وهيك بيكون خلصنا مفرشنا العظيم. المصممة حاكي انه لازم ينعمل له فرد لانه زي ما انتو شايفين هلأ كتير يعني ملزقين ببعض، فحكت انه لازم تعملوا له فرد
طبعا طرق الفرد انتو بتعرفوها، يا عن طريق المكوى او عن طريق انه تغسلوه وبعدين تثبتوا الحواف بالدبابيس عشان يفرد معكم. اذا بتحبوا نعمل الفرد مع بعض اكتبوا لي بالكومنتات او اكتبوا لي على الانستغرام، وانا كمان هلا رح اسالكم على الانستغرام عشان قبل ما افرده وانزل صورته النهائية. بس اللي حيخلصوا يكون هيك ابدا ما يخاف على طول. هي حاكي كمان بالباترون تبعها انه الاحسن انه تحطوه بالمي وتشيلوه وتنشفوه بالطريقة المناسبة لإله، كل وحدة طبعا على حسب الخيط اللي هي اشتغلت فيه، وبعدين تحطوه على سطح، تحطوه على سطح وتثبتوه من طريق البيكو عشان يفرد معكم مظبوط ويكون مثل الفرد، يعني هيك عشان يكون واضح ودائرته حلوة. وإن شاء الله تكونوا استفدتوا واستمتعتوا معي، وإن شاء الله بنعمل مشاريع أحلى وأحلى ومميزة أكتر. ناطرة كل إبداعاتكم، اللي بخلص يبعت لي على الإنستغرام، بحب كتير أحتفظ بكل الإبداعات اللي بتوصلني والألوان لأنه فعلا بيكون شيء رائع. اللي بتواصل معي يتواصل معي على الدايركت مسج، يبعت لي التطبيق تبعه عشان ننزله بالأكاونت التاني اللي أنا بحتفظ فيه، وهو عبارة عن دعم لإلكم كمان لأنه أنا بحط مع كل تنفيذ بحط الأكاونت تبعكم عشان يحفظ حقوقكم ويتعرفوا عليكم الناس أكتر ويشوفوا إبداعاتكم أكتر. تركتكم بحفظ الرحمن، وأي سؤال أنا معاكم دائما على الإنستغرام، وبشوفكم على ألف خير.